عم تقدم لنا تويوتا بمعرض دبي الدولي للسيارات 2017 احدى اكثر سياراتها مبيعا باسواقنا، وهي تويوتا يارس 2018. وعم تجينا تويوتا يارس هاي السنه بتصميم جديد كليا من الخارج. تأمل في تويوتا انه تستمر هاي السياره بمبيعات عاليه لهاي السنه القادمه. عم نحصل مع اليارس 2018 مثل ما قلنا على تصميم خارجي جديد كليا، وايضا التصميم الداخلي للسياره هو جديد على موديل 2018، وعم تحصل السياره على تجهيزات اعلى من موديل السنه الماضيه. وكمان عم تجينا السياره مع خيارين للمحركات، الاول عم بيجي بسعه 1.3 لتر والثاني عم بيجي بسعه 1.5 لتر. وعم تقول تويوتا انه وضعت اهتمام كبير على توفير مساحه اكبر بداخل السياره، مع تركيز على زياده الهدوء عند القياده، ومع تركيزها الكبير على مدى الموثوقية والعملانية اللي تعودنا انه نحصل عليها من هاي الهاتشباك الصغيرة. بظن انه اليارس حتضل من اكثر الهاتشباكس المشهورة باسواقنا المحلية.